ألا نرقى إلى درجة الرقي؟ نرقى عن الأجساد ونكلم؟ لو كان الكلام للأجساد والله ما وقفت بينكم ولا كلمتكم. نعم هناك أناس لا يحق لهم أن يجلسوا حيث النساء، ولكن الطبيب يباح له كل شيء. نعم يباح لمحمد وآله كل شيء، والمعالج يجب أن يكون في كل مكان، جائز أن يكون في كل مكان، وأهل الله معالجون للعقول وللقلوب. نعم أهل الله معالجون للعقول وللقلوب. ولو سألني أحدكم فقال لي ما التصوف؟ لقلت خلع الأكوان والفناء برب الإنس والجان. هناك من يدور في فكره أو على لسانه أي مسألة، والمسألة لعلها تفتح علينا ما يحب الجميع. يعني أنا بديش أفرض بضاعتي عليك وأفرض بضاعتي عليك، وليش أفرض بضاعتي أنا عليك؟ لا أدري ماذا تريدون. بدي أنا أطلع على يسوع. يقول عمر رضي الله عنه الرجال وليس الرجل، ليس الرجل الذكر. انتبهوا ماذا يقول عيسى، ماذا يقول عيسى عليه السلام؟ يقول ليس منا، أي ليس من الصوفية. عيسى سيد الصوفية. حتى سيدنا أحمد البدوي بيتغسل وبيقول يا عيسوي المقام مدد يا صاحب الحضرة، يا بدوي يا عيسوي المقام. يعني عيسى روح الله، والبدوي وريف روح الله كذلك في عصره. يعني البدوي السيد أحمد البدوي روح الله في عصره، يعني يمثل الحضرة العيسوية، يعني عيسى الحضرة. كنت الشهيد عليهم ما دمت فيهم، أنا الشهيد. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أن تعذبهم فإنهم عبادك، وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الدهر كله فقط صام زيادة عما هو صائم في رمضان عن الأكل والشرب، أما هو قد صام مرة واحدة عن كل ما حرم الله، ولا يفطر حتى يلقى الله. نعم يقول عيسى عليه السلام ليس منا، أي ليس من الصوفية، من لم يولد مرتين ويموت مرتين. وماذا يقول؟ ليس في الحساب عندنا الذكر رجل إن كان عاصيا للازم، فهو في الحساب عندنا أنثى ولو كان ذكر. الرجل إن كان عاصيا لله ومعاندا لله وكافرا بالله فهو في الحساب أنثى ولو كان ذكرا. وإن أما الطائع المحب لله الفطين الذكي فحتى لو كانت امرأة فهي في الحساب عندنا رجل وإن كانت أنثى. واسمعوا شو القرآن داعم لهذا القول. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. اسمع شو أنثى يا ربنا أنكر عليها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. إذن الله أعلم، يعني مش أنثى مريم. مريم ما هي أنثى، مريم طلع باسمها بحر مر، مر مريم، مر 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 مش مر، بحر مر. فهي امرأة مرة، والإشي العظيم مر. بقول هذا رجل مر، يعني لا يأكل لحم، يعني صعب المنال، صعب السبيل عليه. فمريم كانت عظيمة، سماها مريم أي بحر مر، ورمي في رحمها رجل مر عظيم الأنبياء عليه السلام عيسى عليه السلام. هذا المريم مش هوين مريم، يعني المر هون بمعنى القوة. نعم اسمع، معقم بالمرار، معقم من الجراثيم ومن الأمراض. مريم معقمة من الجراثيم، لا تصلها الجراثيم.
والشيخ ممكن يعقب ويزيد عليها وممكن تسألوه. يعني واحد أفكر إنه واحد من المشايخ الصوفيين المشهورين المعروفين اللي وقف وقال أنتم وما تعبدون تحت قدمي هذا. رضي الله تعالى عنه. اللي هو سيدنا ابن عرب. سيدنا ابن عرب. وطبعاً نكروا له وقتلوا بالزندقة وقتلوه. فبعد ما قتلوه تحدثوا وإذا بشيء صالح قال ماذا؟ إنهم يفهموا الصوفي بيفهم مع الصوفي. وصل الخبر أنه قتل ابن العرب بأجل هذا القول. فسمع أخوه في الله في نفس الطريقة فقال أين قال هذا القول؟ قال هنا. قال ابحثوا. فبحثوا وإذا بكنز في مكان من ضرب بجره. وقال لي أنتم وما تعبدون تحت قدمي هذا ذهب. تقول درع الذهب كان هو كان بعد ما طلعوا كان الناس بنكبوا على البترول كانوا راح بحش أخذ منكوش وطلع الجرام أخذها. أما شوفوا لأني درجي شوفوا العظمي ولا سائل عن الذهب. اسمع بعض المعنى شو قالوا. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الجليل وذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرامة. شوف هذا كان اذا كان انت اذا كانوا اذا شويه بنش اذا شويه بنش بيفتحوا الواحد بيطلعوا اللي بطنه برا وهو مش حاسس مين في البنش. كيف عاد اللي بنى اللي بطنه كيف؟ والذين امنوا اشد حبا لله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اجيب عليها روايه اجرب. شافوا بابني تعمل كنت اشرب بنا انا كنت اشرب بنا وكنت ابني فوق زي وكو بنيت برا حتى دار حجر ولو بدشت الورا لجنن البنا. يعني ابني فوق ابني فوق شو يعني ابني اللي بناه يعرفوا هالكلام يعني بطلع الشغله رسم. لسه شو بتشتغل؟ نعم لسه بشتغل ببنايه العقول والقلوب. نعم والله طلب مني اجيت بدبني مسجد. والبسمله كلها في حرف الباء وحرف الباء في السن والسن في النقطة والنقطة علم يدل على الذات الإلهية. النقطة أنا وأنت نقطة فيها السر كله. أنا نقطة وأنت نقطة أولستم كتب؟ أوليس هذا الذي صنع الكمبيوتر أوليس مثلك مثلك ومثلك أولستم أنتم الصانعون أوليستم أنتم العلماء؟ بلى. أوليس العلم كله منكم؟ أوليست الكتب كلها فيكم؟ إذا أنتم العلم، أنتم النور، أنتم النقطة، أنتم العلم، أنتم العلم، بل أنتم خزينة الحق تبارك وتعالى. خلقك يا ابن آدم لتكون خزينة علمه.